بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا حبايبي ان شاء الله هناخد اكسرسايز 4 او اكسرسايز نمبر 4 على ليسون راوندنج ديسيمالز. تمام، يلا على بركه الله نبدا. الليسون ده في جريد 5. في جريد فين يا شباب؟ هقول له انا عندي ده في جريد 5. تمام، يلا على بركه الله نبدا. اول كويشن معايا هنا بيقول لي ليبل ذا ميد بوينت. يعني اهم حاجه عندنا يا شباب في الكويشن ده الميد بوينت، فبيقول لي ليبل ذا ميد بوينت اوف ذا نمبر لاين. بعد كده بيقول لي بليز ذا جيفن ديسيمال او the given decimal number and its proper location. يعني انا عندي من هنا عاوز اعمل راوند، هعملها ازاي؟ قال عن طريق الميد بوينت. وانا عاوز اعمل راوند لمين؟ قال بيقول لي هنا في letter A approximate the number 7.7 to the nearest 10 او to the nearest unit. هعملها ازاي؟ قال بص يا عم، اول حاجه انا ابص على الرقم اللي قدام اللي هو 7.7 ده. هو انا الرقم ده لو انا جيت عملت له راوند، يعني ايه approximate؟ اولا يعني قربها لي، كانه بالظبط بيقول لك اعمل راوند. فلما اقول لي 7.7، هو انا دلوقتي لما اعمل لها راوند تو ذا نيرست يونت، مين هنا اللي موجود في النيرست يونت؟ قال والله انا عندي من هنا اليونت هنا اللي هي ال 7 او الهوم نمبر. فانا من هنا ابص لل 7 ده، هو انا لو عملت لها راوند هتبقى كام؟ قال والله بقت 8، يبقى انا عندي هنا خليها 8. طب انا لو ما عملت لهاش راوند، ما حصلهاش راوند، هتبقى كام؟ قال هتفضل 7 زي ما هي، يبقى انا خليها هنا 7. طيب ايه الميد بوينت بقى اللي ما بين ال 7 وال 8؟ قال والله ال 5، فبقت دي عباره عن 7.5. يبقى دايما بزود على اللي تحت ده 0.5، دايما بزود على الرقم اللي تحت مين؟ قال لي 0.5. جميل، قال لي جميل، في كل المسائل هنعمل كده. طب يا سيدي بص بقى، عندي انا عندي من هنا 7.7، الرقم اللي عندي هل هيكون فوق ولا هيكون تحت؟ قال لي ده 7.7 يعني اكبر من 7.5، اه يعني هيكون هنا في الشكل ده او في الجزء اللي فوق ده هو ما بين 7.5 وال 8، صح ولا لا؟ قال اه، يبقى انا عندي من هنا هيبقى 7.8 او 7.7. طب دلوقتي الرقم دلوقتي اللي هو بقى 7.7 ده، هل هو هيكون قريب من ال 8 ولا هيكون قريب من ال 7؟ هقول له لا، ده هيكون قريب من ال 8. يبقى انا عندي دي لما اعمل لها راوند هتبقى 8، يبقى انا عندي ده هتبقى عباره عن مين؟ هقول له عباره عن ال 8. هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن 8. طب اللي بعدها بقول انا عاوز اعمل لها راوند تو ذا نيرست 10. ركز معايا، مين هنا اللي هعمل له راوند؟ على الرقم اللي قدام ده. لما اعمل له راوند تو ذا نيرست 10، انا عندي من دلوقتي ال 5 دي لما اعمل لها راوند هتبقى كام؟ قال لي 6، فبقى 3.6، اه يبقى انا خليها 3.6. طب لو ما عملت لهاش راوند، قال لي هتفضل زي ما هي 5، خلاص يبقى خليها تحت. طب بعد كده انا عاوز مين؟ قال لي الميد بوينت اللي ما بين مين ومين؟ قال ما بين ال 3.5 وال 3.6. قلت لك دايما زود على اللي تحت 5، يعني انا هزود هنا 5 عليها، اه فبقى 3.55. طب في حاجه، انا عندي دلوقتي بقى ده في تو نمبر او في نمبر واحد بس هنا في الرايت سايد على الديسيمالز، اه لا زود هنا زيرو، وده هيت كمان نفس النظام زود هنا زيرو، وهقول لك ليه دلوقتي. بص يا سيدي دلوقتي، انا عندي من هنا ديت لما احب اعمل لها راوند مين؟ او بص على الرقم اللي عندي، انا عندي هنا بقول لي كام؟ قال لي 3.54. قال لي ال 54 هتكون ما بين مين ومين؟ قال لي هتكون مثلا هنا ما بين ال 50 وما بين مين؟ قال لي ال 55، لانها ما ينفعش اكيد مليون في الميه اقل من ال 55. لا انا عندي من هنا ال 54 اهي اقل من ال 55، يبقى المفروض هتنزل فين؟ قال هتبقى تنزل تحت هنا، يبقى انا عندي هنا 3.55 او 54. فهي دلوقتي هتكون قريبه من 3.50 ولا من 3.60؟ اقول له لا، من 3.50 اللي هي 3.5. فهمت انا عملتها ازاي؟ ليه انا بقول كده؟ قال والله عشان عندي هنا 55 ودي 54، انا عندي هنا في تو نمبرز، اه ودي تو نمبرز، يبقى اخلي دول زيهم تو نمبرز عشان اسهل على نفسي. بعد كده بشيل الرقم يا سيدي، خلاص يبقى اشيله خلص مش عاوزينه. فهمتها كده ازاي؟ يبقى انا عندي دي لما اعمل لها راوند هتبقى كام؟ قال 3.5. يبقى انا عندي من هنا اقول له 3.54 هتبقى لما اعمل لها راوند هتبقى ايكوال ابروكسيميتنج مين؟ هقول له والله ايكوال ابروكسيميتنج عندي من هنا 3.5. تمام كده يا شباب؟ نروح للي بعده. بعد كده عندنا هنا لتر سي بيقول انا عاوز اعمل دي راوند تو ذا نيرست 100. ماشي، اولا هو قلت لك تو ذا نيرست 100 قال عندي ال 7، ال 7 دي لو عملت لها راوند قال هتبقى 8، فبقت 1.28. لو ما عملتلهاش راوند قال هتفضل زي ما هي 7، اهي نزلها لي تحت 1.27. الميد بوينت اللي ما بينهم قال زود على الرقم الاخير 5، فبقت عندي من هنا عباره عن 1.275. بس كده، الله بس كده. بعد كده هعمل ايه؟ هقول الموضوع سهل. بص على الرقم اللي عندي، انا عندي 277 قريبه اكبر من ده من الرقم دهوت الميد بوينت اللي عندي ولا اقل منها؟ قال لي لا، ده هي 277 اكبر منها، اه يبقى دي هتروح لمين؟ قال والله هتبقى مكانها فوق. هيبقى مكانها فين؟ قال هيبقى مكانها فوق، يبقى انا عندي من هنا بقت 1.277. طب دي 1.277 قال لي بقت قريبه من مين؟ قال 100 او 1.28. لا يبقى انا هنا اقول له ديت ايكوال ابروكسيميتنج مين؟ هقول له 1.28.
طب اللي بعدها بيقول لك انت اعمل لها راوند تو ذا نيرست 1000. هقول له يا سيدي مين الموجود في ال 1000؟ قال لي 6. 6 لو عملت لها راوند هتبقى كام؟ قال لي 7. يبقى بقى 3.457. طب لو ما عملت لهاش قال هتفضل 6 زي ما هي، يبقى بقى عباره عن 3.450 مين؟ هتبقى 56. يبقى انا عندي من هنا اقول له عباره عن 3.456 زي ما هي. طب يا سيدي انا عاوز الميد بوينت، قال لي زود على الرقم اللي تحت ده 5، فبقى عندي من هنا ادي 3.456 اهي، لا زود 5 يبقى بقى 3.4565. بص على الرقم اللي عندي بقى ده اهو، هو انا عندي ده 4562. قال لي 62 هتبقى ما بين ال 65 وال 56 ولا هتكون هنا ما بين ال 65 وال 57؟ هقول له لا، ال 62 اقل من الرقم ده. بص على الحته دي، على الرقم اللي هو مديهولي، لو هو اقل من الميد بوينت هيبقى تحت، لو هو اقل من الميد بوينت يبقى ينزل ايه؟ قال ينزل تحت، فبقى عندي من هنا 3.4562. طب دي بقت قريبه من مين؟ قال بقت قريبه من اللي تحت اللي هي 3.456. ما انا عندي من هنا اقول له دي المفروض ايكوال ابروكسيميتنج ايه؟ اقول له عباره عن 3.456. فهمنا كده ازاي يا شباب؟ نروح اللي بعده. بعد كده عندنا question number 2 بيقول لي round each of the following to the nearest home number. طيب مين هنا اللي في الهوم نمبر؟ قال لي بص على اول واحده، قال لي ال 0. ال 9 تدي ال دي 1 فبقت عباره عن ال 0 لما ياخد 1 بقى 1. والمفروض ان انا اقول له بص اللي على ايد اليمين كله بقى 0 فبقت 1.0. هو انا ينفع اقول 1.0؟ قال لي لا، بص طالما عندي ديسمال بوينت اي 0 على ايد اليمين هنا او في الرايت سايد شيله ملوش لازمه، يبقى انا عندي من هنا ده اشيله فبقى عباره عن 1 بس. طب اللي بعدها انا عندي من هنا مين اللي موجود في الهوم نمبر؟ قال لي الزيرو. ان 2 ينفع تديها 1؟ قال لي لا، ليه؟ لانها بور ديجيت ما ينفعش تديها 1. طالما ما ينفعش تديها 1 قال لي يبقى الزيرو هيفضل زي ما هو زيرو بس. واحد يقول لي يا مستر كل اللي على ايد اليمين هنا او في الرايت سايد ده هيبقى عباره عن زيرو، هقول له لا ما ينفعش اقول له 0.0 بقى، امال اعمل ايه؟ قال لي هيفضل زيرو واحده بس. طب بعدها مين هنا اللي موجود في الهوم نمبر؟ قال لي الزيرو. اللي قبلها قال لي ال 5. ال 5 من ريتش ديجيتس ينفع تديها 1. الزيرو بقى مين؟ قال لي بقى 1. طب المفروض الرايت سايد كل ده يبقى ايه؟ قال لي 0.0. طب ينفع اقول له 0.0 كده؟ قال لي لا، يعمل ايه؟ اي زيرو في الرايت سايد شيل. اللي بعدها انا عندي من هنا اللي موجود في الهوم نمبر؟ قال لي ال 9. ال 9 ينفع تديها 1؟ لان ال 9 تدي لل 9 لان ال 9 دي من ريتش ديجيتس. طب ال 9 اللي على ايد الشمال هنا او في الليفت سايد دي لما تاخد 9 تاخد 1 بقت كام؟ قال لي بقت 10. والمفروض ان انا اقول له 0.0، ما هو طالما عملت لها راوند 0.0 هل ينفع اقول له دلوقتي 0.0؟ قال لي لا، بص يا ابني لما اقول لي دايما اعمل راوند تو ذا نيرست هوم نمبر اعرف ان مش هيكون في ديسمال بوينت، يعني مش هيكون في ديسمال بوينت وعلى ايد اليمين مش هيكون في ارقام في كل المسائل اللي جايه. طب انا عندي هنا مين اللي موجود في الهوم نمبر؟ قال لي ال 7. ال 6 ينفع تديها 1؟ لان ال 6 من ريتش ديجيت، فلما تديها 1 قال لي بقت 8. يبقى انا عندي من هنا ديت بقت عباره عن 28. واللي على ايد اليمين قال لي خلاص سيبك منه، شوف قلنا خلاص اهوت المفروض ده يبقى 0.0، قلنا الزيرو على ايد اليمين خلاص راح. طب اللي بعدها انا عندي من هنا 18.5، مين هنا موجود في الهوم نمبر؟ قال لي ال 8. ال 5 ينفع تديها 1؟ قال لانها ريتش ديجيت، ال 5 ريتش ديجيت. طب لما تديها 1 قال لي بقت 19. يبقى انا عندي دي بقت 19، هو عاوزها هوم نمبر يعني ما فيهاش ديسمالز. طب اللي بعدها مين هنا اللي موجود في الهوم نمبر؟ قال لي الزيرو. اول حاجه موجوده عندي هنا مين؟ قال لي الزيرو. ال 6 ينفع تدي للزيرو 1؟ قال ليه؟ لانها ريتش ديجيت. لما تدي له 1 فبقى عباره عن مين؟ قال لي 601. طب والمفروض 0.0 قلت لك الزيرو اللي على الرايت سايد ده شيله امسحه. طب اللي بعدها مين هنا؟ قال لي الزيرو. ال 9 ينفع تديها 1؟ قال فبقى عندي من هنا الزيرو ده قال لي بقى 1، والمفروض ان انا بقول له 0.0. طب الزيرو اللي على اليمين ده قال لي والله لا ده انا اشيله مش عاوزه خلاص، لان ما ينفعش اقول له ايه 0.0. طب اللي بعدها مين هنا اللي موجود في الهوم نمبر؟ قال لي الزيرو. الزيرو ينفع يدي للزيرو 1؟ قال لي لا لانه 4 ديجيت ما ينفعش. يبقى انا عندي من الزيرو ده هيفضل ايه؟ قال لي هيفضل زي ما هو زيرو. اللي بعدها question number 3 بيقول لي round each of the following to the nearest tenth. عايز اعمل هنا round to the nearest tenth، مين اللي موجود في ال 10؟ قال لي 3. ركز بقى معايا، اللي قبلها قال لي ال 7. ال 7 ينفع تديها 1؟ قال لانها ريتش ديجيت، فال 3 قال لي بقت 4. اي حاجه في الليفت سايد تنزل زي ما هي، يبقى انا عندي من هنا هقول له ال 3 بقت 4 احط البوينت، وعلى ايد الشمال مين هنا في الليفت سايد؟ قال لي 8، يبقى احط ال 8. طب في الرايت سايد ده قال لي المفروض ان انا احط 0، اي 0 في الرايت سايد شيله بعد الديسمال بوينت ماله؟ شيله، فبقى ده عباره عن 8.4. اللي بعدها يلا مين هنا الموجود في ال 10؟ قال لي ال 7. ال 2 ينفع تدي لل 7 1؟ قال لي لا، ليه؟ لانها 4 ديجيت، يبقى ال 7 هتفضل زي ما هي 7. طب والليفت سايد ده يا مستر قال لي نزله زي ما هو، ادي البوينت وادي 21. طب والرايت سايد قال لي المفروض يبقى مكانه 0. طب ال 9 هينفع احط هنا 0؟ قال لي لا. قلت لك بقى على طول انا عندي من هنا
التو ما ينفعش تديها وان خلاص يا سيدي، او التو طالما ما نفعتش فبقى دي هنا زيرو وهنا زيرو. لا، الزيرو في الرايت سايد ما لسه لازمه، ما بيتكتبش. طب مين هنا الموجود في التنس؟ قال انا عندي الزيرو. الناين ينفع تديها وان؟ قال اه، لان الناين ريتش ديجيت، فبقى الزيرو بقى وان. طب واللي على ايد الشمال هنا في الليفت سايد؟ قال حطه زي ما هو، يبقى انا الزيرو وادي ال 90. طب واللي على ايد اليمين الناين؟ قال المفروض زيرو. طب انا قلت لك الزيرو في الرايت سايد هنا بعد الديسمال بوينت، شيله ملوش لازمه. طب اللي بعدها مين هنا الموجود في التنس؟ قال انا عندي من هنا التو. الزيرو ينفع يديها 1؟ قال لي لا. ليه؟ لانه 4 ديجيت. طالما ما ينفعش يديها 1 قال لي يبقى 2 تفضل زي ما هي. طب الليفت سايد ينزل زي ما هو، ادي البوينت وادي الزيرو. طب والمفروض الاثنين ده هم بقوا زيرو الرايت سايد؟ قال لي لا، اي حاجه في الرايت سايد بقت زيرو هنا ما اكتبهاش، لانها هنا مين؟ قال لي في الديسمالز. طب اللي بعدها مين الموجود في التنس؟ قال لي ال 8. ال 5 ينفع تدي ال 8 1؟ قال اه. فال 8 لما تاخد 1 قال لي بقت 9. طب والليفت سايد؟ قال ينزل زي ما هو، ادي البوينت وادي ال 30 مي او ال 73. طيب يا سيدي الرايت سايد قال المفروض ال 5 مكانها 0. طب الزيرو على الرايت سايد قلت لك خلاص شيله ملوش لازمه. طب اللي بعدها هنا بيقول انا عندي 2.456. مين هنا حبيبي اللي موجود في التنس؟ قال لي ال 4. ال 6 ينفع تديها 1؟ قال اه، لان ال 6 ريتش ديجيت، فلما ال 4 تاخد 1 قال لي بقت 5. طب والليفت سايد هنا؟ قال لي بقت هنا البوينت وادي هنا ال 4. طب واللي على ايد اليمين ده؟ قال لي والله اتفضل زي ما هو 0. فما ينفعش 0 ده هخليه في الرايت سايد، خلاص شلت. طب بعدها بقول انا عندي من هنا مين اللي موجود في التنس؟ قال لي 2. طيب 3 ينفع تديها 1؟ قال لي لا، يبقى 2 هتفضل زي ما هي 2. طب والليفت سايد ينزل زي ما هو، ادي ال 6 وادي ال 7 وادي ال 4. طب والرايت سايد؟ قال لي المفروض 0، الزيرو ده لا اشيله ما ينفعش اكتبه. مين هنا اللي موجود في التنس؟ قال لي انا عندي الزيرو. ال 7 انت ده 1؟ الله، فبقى الزيرو ده بقى 1. الرايت سايد الليفت سايد ينزل زي ما هو. طب ال 7؟ قال لي المفروض 0، الزيرو ده قال لي ملوش لازمه خلاص بقى نمسحه. طب بعدها بقول دي انا عاوز اعمل لها راوند تو ذا نيرست تنث. قال لي الاول اكتبها عادي، حولها لديسمال نمبر، وبعد كده اعمل ايه؟ قال لي بعد كده حولها او بعمل لها راوند تو ذا نيرست تنث. تمام. طيب 502 اقول له ادي ال 502 زي ما هي. انا عندي دلوقتي 37 اوفر 100، قال لي يعني 37 هندردز. طيب 37 هندردز قال لي انا عباره عن 0.37. مين هنا بقى اللي موجود في التنس؟ قال لي انا عندي 3. ال 7 ينفع تدي لل 3 1؟ قال اه. فال 7 لما 3 لما تاخد 1 قال بقت 4. طب والليفت سايد ده اللي ينزل زي ما هو، ادي البوينت وادي ال 2 وادي ال 0 وادي ال 5. تمام. طيب والرايت سايد قال ال 7، قال خلاص ده ال 7 دي بقت عباره عن مين؟ قال 0، وال0 في الرايت سايد ملوش لازمه، يبقى بقت عباره عن 502.4. نروح للكويشن اللي بعده. كويشن بعد كده عندنا نمبر 4 بيقول لي راوند ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست 100. طيب يبقى تاني جاي عند النمبر في اليونت بتاعه ال 100، وهو ده اللي اعمل له مين؟ راوند. طيب مين هنا اللي في ال 100؟ قال لي ال 7 دي. 7 قبلها مين؟ قال لي ال 7 دي. ال 7 هنا في الرايت سايد تدي ال 7 دي لانها ريتش ديجيت، فال 7 الثانيه ده هي لما تاخد نمبر كمان او تاخد 1 فبقت عباره عن 8. طيب كل اللي في الليفت سايد اتكتب زي ما هو، يبقى انا عندي ال 2 وادي البوينت وادي ال 1. طب وال 7 اللي في الرايت سايد قال لي اتحط مكانها 0، وقلت لك ال 0 في الرايت سايد بعد الديسيمالز ملوش لازمه. طب اللي بعدها مين هنا اللي موجود في ال 100؟ قال لي انا عندي ال 6. 7 تدي ال 6 1؟ قال اه، فبقت ال 6 7. فبقى عندي من هنا الليفت سايد ده ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي من هنا ادي ال 5، يبقى يرجع تاني اقول له بقى ال 7 زي ما هي اهي، ادي ال 7 وال 5 تنزل زي ما هي 5 بوينت وادي 5 وادي 6. طب والرايت سايد قال لي ده يتحط مكانه 0 اللي هي مكان ال 7 دي. طب وال 0 هنا قلت لك خلاص شيله مالوش لازمه. طب اللي بعدها مين هنا الموجود في ال 100؟ قال لي ال 6. ال 4 ينفع تدي ال 6 1؟ قال لي لا، يبقى ال 6 تنزل زي ما هي. طب والليفت سايد ينزل زي ما هو، ادي ال 3 وادي البوينت وادي ال 1 وادي ال 9. طب وال 4 قال المفروض يتحط مكانها 0، وال 0 في الرايت سايد قال لي ملوش لازمه. طب خش على اللي بعدها. انا عندي من هنا اللي في ال 100؟ قال لي ال 3. ال 7 تدي ال 3 1؟ قال اه، فبقت ال 3 دي قال لي 4. الليفت سايد ده ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي ال 7 وادي البوينت وادي ال 0. الرايت سايد قال لي المفروض ال 7 دي يتحط مكانها 0، وال 0 في الرايت سايد ملوش لازمه. اللي بعدها مين هنا اللي موجود في ال 100؟ قال لي ال 9. بص بقى، انا لما الاقي 9 ما اخدش ال 9 لوحدها، امال ايه؟ اخدها هي والرقم اللي معاها اللي بعدها. يعني انا عندي من هنا ال 9 دي، قال لي ما تاخدهاش هي بعدها بقت 99. امال؟ قال والله ما اخدش ال 9 لوحدها، اخدها بالرقم اللي قبلها فبقت 99. ال 6 ينفع تدي لل 91؟ قال له اه. 99 ينفع تديها 1؟ قال له فبقت كام ال 99؟ قال له لما تاخد 1 بقت 100. يبقى انا عندي ال 9 ده اهي بقت عباره عن 0، وادي 0.1، والمفروض هنا في 0 كمان يتحط فين؟ قال في الرايت سايد، لان ال 6 دي بقت 0، فبقت عباره عندي 1.0. 1.0 اللي هي مين؟ قال اللي هي عندي من هنا بقت 1 بس.
طب بعدها بيقول 3 and 8000. 3 and 8000 يعني ايه؟ اللي معناها 3.8000 يعني 0، او المفروض 0.00 مين؟ قال لي ايه؟ طب دي اعمل لها راوند تو ذا نيرست 100، مين اللي موجود في ال 100؟ قال لي الزيرو. ال 8 اديها 1، قال اه، فبقى الزيرو ده عباره عن مين؟ قال لي الزيرو ده عباره عن 1، والزيرو ده وال 3 قال لي انزلوا زي ما هو، يبقى دي 0.3. طب وال 8 قال لي المفروض تتحط مكانها زيرو، الزيرو في الرايت سايد ملوش لازمه، يعني شيل الزيرو الاخير. طب بعد كده بيقول لي كويستشن نمبر 5، راوند ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست 1000، مين هنا اللي موجود في ال 1000؟ يلا اول واحد انا عندي من هنا الزيرو، ال 9 تدي 1، قال لي فبقى الزيرو عباره عن 1. طب والليفت سايد ينزل زي ما هو، انا عندي هنا ال 5 وادي الزيرو وادي البوينت وادي ال 2. طب وال 9 قال لي المفروض تتحط مكانها زيرو، لا يا سيدي الزيرو في الرايت سايد هنا ملوش لازم ما بيتكتبش. مين هنا اللي موجود في ال 1000؟ قال لي ال 7. ال 4 ينفع تديها 1؟ لا، طالما ال 4 ما ينفعش تديها 1 فبقى خلاص ال 7 تنزل زي ما هي 7. الليفت سايد زي ما هو، يبقى انا عندي ال 4 وادي الزيرو وادي البوينت وادي الزيرو. طب والرايت سايد قال لي المفروض هنا في 4، ال 4 دي يتحط مكانها زيرو في الرايت سايد، قال لي لا خلاص شيله ملوش لازم. طب بعد كده مين هنا الموجود في ال 1000؟ قال لي ال 9. قلت لك لما الاقي 9 ما اخدهاش لوحدها، اخدها بعدد جنبها، يعني مين اللي جنبها؟ قال لي ال 70، ال 7 فبقت 79. ابص الاقي ال 8 ينفع تدي لل 79 1؟ قال اه. 79 لما تاخد من ال 8 1 بقت كام؟ قال لي بقت 80. يعني انا عندي ال 79 بقت 80 اهو، ادي الزيرو وادي ال 8 ده، هي كلها على بعضها بقت 80. طب فاضل لي لسه ال 6 والبوينت وال 4، اكتبهم، ادي ال 6 وادي البوينت وادي ال 4. طب وال 8 اللي في الرايت سايد قال المفروض تتحط مكانها زيرو، فبقى عندي من هنا 2 زيروز في الرايت سايد، قال لي لا خلاص شيلهم ما لهمش لازم. طب يا سيدي اللي بعدها مين هنا اللي موجود في ال 1000؟ قال انا عندي من هنا اللي موجود في ال 1000 اللي هي عباره عن ال 9. لما اخدها قال لي ما اخدهاش لوحدها، امال؟ قال لي افضل اخدها لحد ما الاقي عدد قبلها، يعني مثلا عندي هنا 9، لا بقت 99، لسه اخد زود عليها 9 كام؟ طول ما بلاقي 9 خدها لحد ما الاقي عدد تاني غير ال 9. فبقى عندي من هنا 999، لا خدها كمان، فبقى عندي من هنا في 9 كمان، لا خدها كمان، خدها على بعضها، كل ده على بعضها. طب ده هو كله على بعضه لما زود له 1، قال لي والله بقت عباره دي عباره عن مين؟ قال لي زيرو. يبقى انا عندي من هنا ده هو كل ده هيزيد 1، المفروض دي مثلا نشيلها، سيبك من الديسمال بوينت، اعتبر الديسمال بوينت دي مش موجوده، بقى الرقم ده كام؟ قال لي 19999. ال 19000 لما زود عليها 1 هنا بقت كام؟ قال لي والله بقت 2000، بقت 20000، صح ولا لا؟ يبقى بعد عندي من هنا ديت ده هي بقت 0، وال 9 دي بقت 0، وال 9 دي بقت 0، احط الديسمال بوينت ده هي بقت 0 ودي بقت 2. طب هنا مستر ال 6 دي حط مكانها مين؟ قال لي 0 لانها في الرايت سايد. طيب انا قلت لك اي 0 في الرايت سايد شيله بعد الديسمال بوينت، طب انا عندي هنا 4 زيروز خلاص شيلهم كله، يبقى انا عندي دي بقت 20. طب بعدها مين هنا اللي موجود في ال 1000؟ قال لي ال 4 0 قصدي ال 4 ينفع تدي 1؟ لا، يبقى ال 0 ده هيفضل 0. طب المفروض هنا مستر في بوينت وزيرو، هقول لك يا حبيبي الزيرو الفاليو بتاعته في اي مكان هيفضل زيرو بس من غير ما احط ديسمال بوينت ولا غير. طب بعدها مين هنا الموجود في ال 1000؟ قال لي ال 8. ال 6 ينفع تديها 1؟ قال اه. ال 6 لما تدي ال 8 1، قال لي ال 8 بقى 9. طب والليفت سايد قال لي ال 99 دول ينزلوا زي ما هم، وادي الديسمال بوينت وادي الزيرو. ال 6 دي قال لي بقت زيرو، الزيرو في الرايت سايد ملوش لازم. تمام كده يا شباب؟ طيب بعد كده بقول انا عندي هنا اعمل راوند تو ذا نيرست اندر لاين مين ديجيت. طيب يعني الرقم اللي تحته، خلي بالك بقى الرقم اللي تحته لاين ده هو ده بس اللي اعمله راوند. فانا عندي من هنا مين اللي محطوط له راوند؟ لاين. قال انا عندي من هنا ال 9. ال 1 ينفع يدي لل 9 حاجه؟ قال لي لا، يبقى انا عندي من هنا ال 9 هتفضل زي ما هي 9. الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى دي البوينت وادي ال 6 وادي ال 3. طب والرايت سايد؟ قال لي لا خلاص يا سيدي، بقى تحط مكانه ايه؟ قال لي 0. والزيرو في الرايت سايد هنا قال لي ملوش لازمه، نشيله. اللي بعدها قال لي ال 8 ينفع تدي لل 4 1؟ اه. ال 8 ال 4 لما تاخد 1 قال لي بقت 5. طب وال 5 ديت وال 5 الثانيه قال ينزلوا زي ما هو، يبقى انا عندي ال 5.5 زي ما هو. وال 8 قال لي مكانها 0، وال 0 في الرايت سايد ملوش لازم. اللي بعدها مين هنا اللي عامله راوند؟ قال لي ال 1. ال 9 تدي لدي 1؟ قال اه. ال 9 تدي لل 1 1 كمان، فبقى ال 1 ده اللي بقى عباره عن 2. طب والمفروض هنا بوينت، والرايت سايد ده كله بقى المفروض مكانه مين؟ قال لي 0، فبقى المفروض 2.0. قلت لك الزيرو بعد الديسمال بوينت هنا على اليمين ملوش لازم. اللي بعدها مين هنا اللي عامله راوند؟ قال لي ال 8. ال 7 تدي ال 8 1؟ الله بقى 9. طب والليفت سايد ده ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي 0.0. طب والرايت سايد؟ قال لي لا يا سيدي سيبك منه، تمام، يبقى انا عندي من هنا بقى ايه مكانه 0، والزيرو في الرايت سايد ملوش لازم. مين هنا اللي عامله راوند؟ قال لي الزيرو. اللي قبلها ال 8. ال 8 ينفع تدي 1؟ الله. ال 8 لما تدي الزيرو 1 قال لي الزيرو ده قال لي بقى 1. طب والليفت سايد؟ قال انا عندي بوينت 0، اتكتب زي ما هو. طب والرايت سايد؟ قال لي المفروض هنا 0 0، الزيرو في الرايت سايد ده ملوش لازمه، نشيل. اللي بعد كده ال 6 او 7 تدي لل 6 1، فبقت ال 6 7.
طب والليفت سايد ده قال انزل زي ما هو، يبقى انا عندي ال 3 واقول له بوينت وادي ال 20. طب والرايت سايد ده قال لي لا خلاص يا سيدي المفروض تحط مكانه 0، وال0 في الرايت سايد مالوش لازمه. طب بعد كده انا عندي من هنا ال 9 دي اللي هعمل لها راوند، بس خلي بالك ده في هنا قبلها 9 كمان. لا ال 9 ما اخدهاش لوحدها، اخدها معاها عدد جنبها، فبقت 99. لا ما اخدهاش لوحدها، اخد عدد جنبها، فبقت عندي من هنا 399. اعتبر الديسمال بوينت كانها مش موجوده يعني. ال 8 تد لل 399، ال 99 ديت لما تاخد 1 بقت كام؟ قال لي بقت 400 صح ولا لا؟ الله، يعني ده هي كلها بقت عباره عن 400. يبقى انا احط الزيرو اهو، ال 9 ده هي مكانها 0 ودي 0 وبقت دي 4. طب والديسمال بوينت حطها، يبقى كانها 4. طب وال 8 دي المفروض تحط مكانها 0 فبقت 4.000. ال 0 في الرايت سايد قلنا مالوش لازمه، يبقى بقت دي كلها عباره عن 4. طب بعدها من هنا اللي اعمل له راوند قال الزيرو، الزيرو ينفع يدي للزيرو 1؟ قال لي لا، يبقى الزيرو ده هيفضل زي ما هو زيرو. ال 8 ينفع تدي للزيرو 1؟ الله، فبقى ال 1 ده عباره عن، او الزيرو بقى عباره عن 1 والمفروض هنا بوينت، وال 8 قال لي مكانها 0. طب ينفع اقول له 1.0؟ قال لي لا، ده انا اقول له 1 بس، الزيرو على الرايت سايد ملوش لازمه. ال 4 ينفع تدي لل 1 1؟ قال لي لا، ال 4 هتدي، ما تنفعش تدي ديت 1 لانها بور ديجيت، يبقى هيفضل ال 1 زي ما هو. طب والرايت سايد قال لي اتحط مكانه 0، يبقى انا عندي بوينت 0.0.0. طب يا مستر انا لسه قايل ما ينفعش الزيرو في الديسمال مين، قال له الزيرو بعد الديسمال نمبر على اليمين هنا في الرايت سايد ما ينفعش، فاحنا نشيلها. ال 8 ينفع تدي لدي 1؟ الله، فبقى الزيرو عباره عن 1، الليفت سايد ينزل زي ما هو. طب والرايت سايد قلنا مكانه 0، طب والزيرو في الرايت سايد احنا اظن انت زهقت خلاص تتشال. ال 9 تدي لل 2 1، فبقت ال 2 قال لي 3، الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي ال 2 وادي ال 0 وادي البوينت وادي ال 1. طب والرايت سايد قال لي لا خلاص يا سيدي سيبك منه لانه بقى زيرو، والزيرو في الرايت سايد ملوش لازمه. بعد كده عندنا كويشن نمبر 7، ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي. نصغر بس الاول الشاشه، ادي الشاشه عندنا اهي. بص يا سيدي بيقول انا عندي من هنا complete the following table as you round each of decimal to the nearest or to the stated place value. طيب بص يا بابا، يعني انا من هنا الرقم اللي قدامي ده هعمل له راوند مره to the nearest unit او هول نمبر، مره تو ذا نيرست 10، مره تو ذا نيرست 100، مره تو ذا نيرست 1000. تمام. طيب اول واحده معموله لي جاهزه، انت اعمل الباقي، اعمل دي راوند تو ذا نيرست هول نمبر. مين اللي هنا اللي في الهول نمبر؟ قال لي ال 8. ال 2 ينفع تديها 1؟ قال لي لا، خلي بالك لما يكون هول نمبر يعني مش هيكون في ديسمال نمبر زي ده كده، مش هيكون في ديسمال على ايد اليمين. تمام. طيب هبص يا سيدي بقى، ال 2 ينفع تدي ال 8 1؟ قال لا، فبقت ال 8 زي ما هي، وال 2 وال 8 وال 5 هيفضلوا زي ما هو. طب يا سيدي بقى انا عندي دي بقت عباره عن 528. طب اعمل لها راوند تو ذا نيست تنس. هبص الاقي عندي هنا بايه، نمسح بقى الكلام ده كله. يلا انا عندي من هنا في التنس قال التو والزيرو ما ينفعش اديها 1، نقول بسرعه شويه، فبقت التو هيفضل زي ما هي 2. طب والديسمال بوينت قال اتكتب زي ما هو، يبقى انا عندي التو وادي ال 8 او البوينت، بعد كده عندي ال 8 2، بعد كده مين؟ قال 5. طب بعدها عايز اعمل لها راوند تو ذا نيست 100. طيب مين هنا اللي في ال 100؟ قال انا عندي الزيرو اهو، الزيرو ده في ال 100. تمام. قال لي تمام، ال 2 تدي 1؟ قال لي لا، فيفضل الزيرو زي ما هو زيرو. طب والليفت سايد ينزل زي ما هو، ادي ال 2 وادي البوينت وادي ال 8 وادي ال 2 وادي ال 5. طب والزيرو في الرايت سايد قلنا خلاص ملوش لازمه، يبقى يتشال. طب اعمل لها راوند تو ذا نيست مين؟ قال لي 1000. طيب مين هنا اللي موجود في ال 1000؟ اهو قال لي ال 2 ده اهي. ال 5 ينفع تدي لل 2 1؟ قال اه لانها ريتش، فبقت ال 2 قال لي 3. الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي الزيرو، بعد كده عندنا او الاول نقول بس ديت زيرو، اه بعد كده 2 بوينت وادي ال 8 وادي ال 2 وادي ال 5. طب بعدها يا سيدي اعمل لها راوند تو ذا نيرست هول نمبر. يلا هقول انا عندي من هنا ال 5 تدي لدي 1، اه فبقت ديت عباره عن 3 بقت مين؟ قال لي 4، يبقى انا عندي دي بقت 44. طب احنا نعمل الهول نمبر وبعد كده انت كمل باقي. يلا ها انا عندي ال 8 تدي لل 1 ده 1، قال اه فبقى ال 1 ده عباره عن 2، يبقى انا عندي دي بقت 20 مين؟ قال لي بقت 22. اللي بعدها انا عندي من هنا مين اللي في الهول نمبر؟ قال لي الزيرو. ال 5 تدي 1؟ قال اه فبقى كام؟ قال لي 1. واللي على ايد اليمين خلاص قلنا الهول نمبر ده او تو ذا نيرست يونت ده معناها ان مفيش فيها ديسمال. تمام. طيب من هنا اللي في الهول نمبر قال الزيرو، الزيرو ما ينفعش يدي الزيرو حاجه، فبقى زيرو زي ما هو. من هنا اللي في الهول نمبر قال 4، التو ما ينفعش تدي له حاجه لانها بور ديجيت، فهيفضل زي ما هي 4، وهكذا بقى التانيين. تمام يا شباب، نروح بقى للمثال اللي بعده. خلي بالك انت الامثله ديت متكرره زي الامثله اللي فاتت، يعني احنا حلينا امثله كتير، كل عليك بس تكون شوف كل رقم من هنا اللي موجود في التنس. يلا من هنا اللي في التنس قال والله انا عندي ال 5، ال 4 ينفع تديها؟ لا، فبقت ال 5 زي ما هي، والليفت سايد ينزل زي ما هو، ادي 34. طب اللي بعدها من هنا اللي موجود في ال 100 قال لل 4، ال 2 ينفع تديها؟ لا، فبقت ال 4 زي ما هي، وادي ال 5 وادي البوينت وادي ال 34. طب من هنا اللي موجود في ال 1000 قال لل 2، ال 6 ينفع تديها؟ الله اه، فبقت 3، والليفت سايد ينزل زي ما هو، ادي ال 2 وال 4، يبقى انا عندي من هنا او اقول له قصدي ال 4 وال 5 وبعد كده بوينت ال 34. بس
اللي بعدها مين هنا الموجود في التنسة؟ للفوق ال 8، الفور ما ينفعش تديها فبقت عبارة عن 21.8. بعد كده انا عندي الفور، السيفن ينفع تديها؟ لا، فالفور بقت 5، يبقى انا عندي من هنا 5 وال 8 هتنزل زي ما هي 8. بعد كده اقول له بوينت والباقي ده ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي من هنا 21. بعد كده مين عندي من هنا بابا اللي في اللهم صل محمد، مين هنا في ال 1000؟ انا عندي هنا 7. ال 9 ينفع تديها 1؟ الله، فبقت كام؟ ال 8، يبقى انا عندي هنا 8. الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى دي 4 بعد كده 8 بوينت وادي 21. طب اللي بعدها مين هنا في ال 10؟ قال ال 5، ال 2 ما ينفعش تديها فبقت عباره عن 0.5. بعد كده مين هنا الموجود في ال 10؟ قال انا عندي 2، او في ال 100 ال 2، ال 9 تديها 1 فبقى 3، يبقى انا عندي من هنا 0.53. اللي بعدها قال لي انا عندي من هنا 9، قلت لك ما باخدهاش طالما 9 ما باخدهاش لوحدها، باخدها ورقم جنبها، يبقى انا عندي من هنا 7 تديها 1، فبقت 29، قال لي 30، يبقى انا عندي من هنا ادي 30 مكان ال 29. طب والليفت سايد قال لي فيها 5 لسه 0.0. طب والزيرو في الرايت سايد قلت لك ملوش لازمه خلاص شيل. يلا مين هنا الموجود في التنس؟ قال لي انا عندي من هنا اللي موجود في التنس 0، ال 5 تدي ال دي 1 فبقت عباره عن 1، يبقى انا عندي من هنا بقى 0.1. بعد كده انا عندي اللي فوق موجود في ال 100، قال لي ال 5 ال 5 ال 4 ينفع تديها 1؟ قال لي لا، فبقت ال 5 زي ما هي، بقى 0.05. بعد كده مين هنا اللي موجود في ال 100؟ قال لي عندي ال 4، ال 6 ينفع تديها 1؟ قال لي لا، او ينفع تديها، فبقت ال 4 عباره عن 5. تمام، الله، وادي 5 كمان اللي في الاخر، وادي 0.0. يلا اللي بعدها مين هنا اللي في ال 10؟ قال لي ال 2، ال 6 تديها 1 فبقت 3، يبقى بقت عباره عن 4.3. اللي بعدها مين هنا اللي موجود في ال 100؟ قال انا عندي 6، ال 8 ينفع تديها 1؟ الله، فبقت ال 6 دي عباره عن 7. الليفت ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي 2 بوينت وادي ال 4. تمام، بقت 4.27. طب مين هنا اللي موجود في ال 1000؟ اهو، قال انا عندي من هنا ال 8، ال 8 دي تديها 1 فبقت 9، يبقى ده 9. الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي 6 وادي 2 واقول له بوينت وادي ال 4. تمام كده يا شباب، فهمناها ازاي؟ نروح للي بعده. بعد كده عندنا كويستشن نمبر 8، بيقول لي ايه؟ مازن is planning a trip from Cairo to waterfall. تمام، او waterfall region in وادي الريان. طيب بيقول لي he will travel 147 and 7200 kilometers round the distance to the nearest tens. عايز اعمل دي round to the nearest tens. مين هنا اللي في التنس؟ قال لي 2، يبقى انا عندي من هنا اقول له 147.72، هقول له equal approximately كده اهو. مين هنا اللي موجود في التنس؟ قال لي 7، ال 2 ينفع تديها حاجه؟ قال لي لا، يبقى ال 7 هتنزل زي ما هي 7، وادي البوينت، واكتب ال 147 زي ما هي، واقول له في الاخر ايه؟ قال لي كيلو متر. طب وال 2 قال المفروض تحط مكانها 0، والزيرو في الرايت سايد ملوش لازم. اللي بعدها بيقول لي مازن ستوبس تو هاف ا سناك، تمام، اند ستريتش. بيقول لي افتر درايفنج 73.255، تمام، طيب كيلو مترز. بيقول لي راوند ذا ديست، او بيقول لي راوند ذا ديستنس تو ذا نيرست 100. مين هنا اللي في ال 100 اهو؟ اكتبها بس الاول، عندي من هنا 73.255. مين هنا اللي موجود في ال 100؟ قال لي انا عندي ال 5، ال 5 دي تديها 1 فبقت ال 5 ده اهي، اقول له ايكوال ابروكسيمتلي هتبقى كام؟ قال لي ال 5 دي بقت 6. الليفت سايد ينزل زي ما هو، انا عندي 2 بوينت وادي 3 وادي 7. طب المفروض احط هنا 0؟ قال لي لا يا سيدي، قلنا بقى الزيرو في الرايت سايد ملوش لازمه، يبقى انا عندي من هنا بقت عباره عن 73.26، واقول له ايه في الاخر؟ كيلومتر. تمام كده يا شباب. اللي بعدها كويشن نمبر 10، كلها اسئله سهله بقى. بيقول انا عندي من هنا a farmer is building a new fence، تمام، اللي هو سياج يعني، او اللي هو بيبني سور يعني. فبقول لي for her sheep، او her sheep، فبقول لي her sheep field she wants to build a fence around the whole field will estimate how much fencing، تمام، you think she will need by rounding each dimension to the nearest tens explain your thinking. طيب بص يا ابني، هي من الاخر عايزه تعمل راوند لده تو ذا نيرست تنس وده راوند تو ذا نيرست تنس بس. فقول انا عندي من هنا 125.45، اعمل لها راوند تو ذا نيرست تنس، اقول له ايكوال ابروكسيمت. مين هنا اللي موجود في التنس؟ قال لي ال 4، ال 5 تديها 1؟ الله، فبقت ال 4 دي قال لي 5. ال 5 الليفت سايد ينزل زي ما هو، بقت 125. طيب والرايت سايد قال لي المفروض هنا في 0، الزيرو خلاص بشيل، فبقى دي 125.5 ايه؟ هقول له 100. الثانيه عندي كام؟ قال لي 89.552، يبقى انا عندي من هنا ارجع لا، دي 89.52، اعمل لها راوند تو ذا نيست تنس، اقول له ايكوال ابروكسيمتلي. يلا من هنا في التنس قال لي 5، ال 2 ينفع تديها حاجه؟ قال لي لا، فبقت ال 5 هينزل زي ما هي 5، الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى دي البوينت وادي ال 8 وادي ال 9. طب والرايت سايد قال لي خلاص يا سيدي سيبك ملوش لازمه، تمام، لان هنا حطها 0 وال0 في الرايت سايد ملوش لازمه، بس ما انساش ان نعمل دي ايه؟ ميتر.
نروح للكويستشن اللي بعده. بعد كده هنا كويستشن نمبر 11 بيقول لي write the greatest decimal less than 1 تمام which consists of 6 5 او 6 4 3 and 5 then round it to the nearest tenth and hundredth. طيب بيقول لي اكتب لي من هنا مين ال greatest decimal that one consists of. طيب اكتب لي اكبر رقم من هنا بابا من الديسمال. تمام اي تمام. طب هكتبه ازاي؟ اقول له اولا نحط الزيرو بوينت ده ديسمال وابدا ارتب لي الارقام ده اهي من الكبير. الكبير هنا مين؟ ال 6 اللي بعده ال 5 اللي بعده ال 4 اللي بعده ال 3. طيب اعمل له راوند هنا تو ذا نيرست تنث. فلما اعمل له راوند تو ذا نيرست تنث من هنا موجود في التنث ال 6 5 تديها 1 اللي بعده عباره عن 7 يبقى انا عندي 7. الليفت سايد ينزل زي ما هو. طب الرايت سايد اللي اتحط مكانه 0 والزيرو في الرايت سايد ملوش لازمه خلاص نشيله. طب ديت المفروض تو ذا نيرست منها اقول له تو ذا نيرست تنث. طب اللي بعدها عايز اعمل لها راوند تو ذا نيرست 100 مين اللي موجود في ال 100؟ قال انا عندي من هنا ال 5 يبقى ده ال 5. ال 4 تديها 1 قال لي لا يبقى فضلت ال 5 زي ما هي يبقى انا عندي ال 5 زي ما هي. الليفت سايد ينزل زي ما هو يبقى انا عندي ال 6 وادي البوينت وادي ال 0. طب والرايت سايد قال المفروض تحط مكانه هنا 2 زيروز وال 2 زيروز في الرايت سايد ما لهمش لازمه يبقى انا عملت هنا راوند تو ذا نيرست مين هقول له تو ذا نيرست 100. تمام كده يا شباب. نروح للي بعده. بعد كده عندنا question number 12 بيقول لي write the smallest decimal less that less than 1. خلي بالك كل ده ماله قال less than 1 واللي consist of 2 و 5 و 1 و 7 and بيقول هنا then round it to the nearest hundredths و thousandths. طيب هعملها ازاي؟ اول حاجه احط الزيرو بوينت كده عملنا الديسمال. اقل حاجه بقى مين؟ قال له والله رتبها من الصغير للكبير من least to the greatest. من اصغر حاجه هنا قال ال 1 بعد كده قال ال 2 كده 5 بعد كده 7 بس ده اصغر رقم. اعمل لها راوند بقى تو ذا نيرست 10 والمره دي تو ذا نيرست 100. مين هنا اللي في التنس؟ قال لي 2 او ال 1 2 ينفع تديها 1؟ قال لي لا. فبقى وهنا ثانيه ده هو مش عاوزها تنس ده هو بيقول لي اعمل لها راوند ال 100 وال 1000. مين هنا اللي في ال 100؟ قال لي 2. ال 5 تدي ال 2 1 فبقت ال 2 قال لي بقى 3. الليفت سايد ينزل زي ما هو يبقى انا عندي ال 1.0 تمام بوينت مين 0 بس. طب اللي بعدها اعمل لها راوند تو ذا نيرست 100 مين اللي موجود في ال 100 او ال 1000 مين اللي موجود في ال 1000؟ قال 5. 7 تديها 1 قال اه فبقت ال 5 دي عباره عن 6. الليفت سايد ينزل زي ما هو يبقى عندي ال 2 وادي عندي من هنا مين قال ال 1 وادي البوينت وادي ال 0 فبقت عباره عن 0.100 مين 26. فهمنا كده ازاي؟ نروح للي بعده. بعد كده عندنا كويستشن نمبر 13 بيقول لي نيم تو ديسيمالز تمام with the digits او with digits بيقول in the thousandth place should be rounded to the tenth place as 3. طيب بص يا بيقول لي انت اكتب لي رقمين يعني انت اعمل لي هنا two decimal numbers تمام انا تمام. فبقول لي two decimal numbers ده هم بيقول لي should be rounded to the nearest او بيقول لي to the tenth place as 0.3. يعني انت اكتب لي رقمين two decimal numbers لما اعمل لهم round to the nearest tenth قال لي مالهم؟ قال لي والله خلي بالك بيقول لي هنا with digits in thousandth place يعني يكون في ارقام في thousandth place بس بيقول لك لما اعمل لها راوند تو ذا نيرست تنس تدينا 0.3. طيب انا عندي والله يا ابني ممكن نعملها بطريقتين. هقول له مثلا ديت المفروض هنا في الاخر ايكوال ابروكسيمتلي مين؟ قال 0.3. فال3 دي هتكون موجوده فين؟ قال في التنس. يبقى المفروض مثلا ممكن تكون 2 واللي قبلها مثلا هنا 9 واللي قبلها هنا 5 لان ال9 لما اعمل لها راوند لل2 تدي لل2 1 او ال9 تدي لل2 1 فبقى 3 بقت عندي من هنا وفي ارقام هنا فين؟ قال لي والله في 1000 بليس. طب ممكن نعملها بطريقه ثانيه؟ الله قال لي ممكن يكون عندي هنا 3 مثلا ويكون عندي هنا مثلا 1 وهنا مثلا 6. ال1 ده هو لما اجي اعمل له راوند او ال3 لما اجي اعمل لها راوند هنا قال لي ال1 ما يديهاش حاجه فتفضل زي ما هي 3. يبقى انا عندي ده في الحالتين لما اعمل لها راوند تو ذا نيرست تنس الاثنين هيطلعوا لي 0.3. فهمنا كده ازاي يا شباب؟ انا بقول لك اي ارقام من دماغك انت ممكن تحط انت كمان اي ارقام انت عاوزها. نروح للي بعده. كويستشن نمبر 14 بيقول لي رايت 3 ديسمالز بيقول if we round each of them to the nearest 100 becomes بيقول لي 100 او بيقول لي كام؟ لا ده 12.25. طيب يبقى انا المفروض الرقم لما اعمله راوند يطلع لي 100 12.25. طيب بيقول لي لما اعمله راوند تو ذا نيرست مين؟ قال 100. خلاص اكتب لي انت اي ارقام. يبقى انا عندي اول واحد من هنا هيبقى المفروض 12 بوينت وادي 2 ولما اعمله راوند تو ذا نيرست 100 يعني المفروض ال 5 دي كان مثلا اصلها 4 وحط رقم قبلها فبقى عندي هنا مثلا 6. ممكن اكتب رقم تاني ادي 12 بوينت مثلا 24 اهي ممكن احط قبلها 7 بس ده عادي صح. ممكن اقول ادي 12 بوينت 240 مثلا 9 وكل الثلاثه صح. طب ممكن اكتب ارقام تانية؟ الله ازاي؟ انا ممكن اقول 12 بوينت 200 اهي وادي ال 5
واحط مثلا من هنا عباره عن 1، ال 1 ما اداهاش حاجه، فلما اعمل لها راوند تو دانيل ساندرز ال 5 هتفضل زي ما هي 5. كذلك ممكن اقول له 12.252، وممكن اقول له برده 12.253 وهكذا. فهمنا كده ازاي يا شباب؟ يعني ممكن احط ارقام هنا ما ينفعش اعمل لها راوند، او لما اعمل لها راوند هنا ال 5 ما ينفعش تدي لل 5 1. كذلك ممكن اعمل ارقام هنا تدي لل 4 1 تخليها 5. تمام يا شباب؟ نروح للي بعده. بعد كده عندنا كويستشن نمبر 15 بيقول لي رايت 3 ديسيمالز اوف وي راوند ايتش اوف ذيم، خلي بالك تو ذا نيست ثاوزند بيكام الرقم ده كله. طب فانا تاني كاتب الرقم اهو، ادي ال 86.398. ال 8 ده لما اعمل لها راوند، قال المفروض لما كنت اعمل لها راوند بقت مثلا كانت قبلها 7، يبقى انا تاني كاتب نفس الرقم، ادي ال 86.397 وازود 1 عدد يكون اكبر، مثلا ايه يكون من الريتش ديجيت، فمثلا هنخليها هنا 5. ممكن والله تاني كاتب له 86.3970 مثلا 6، ممكن اقول له 86.397 اهي او 977 بس، يبقى انا كده خلصت. ممكن اكتب ارقام ثانيه اقول له ايه، ادي ال 86.370، خلي بالك بقى معايا اهو الواد دي بعيد كده، ده الرقم المفروض عايزين نوصل، واقول له مثلا 790 مثلا 98، واقول له هنا ارقام صغيره لما اجي اعمل لها راوند ما تديش ال 81 فيفضل 8 زي ما هي. يعني ممكن اقول له 86.390 او مثلا اعادي ال 8 واحط هنا 2 فبقى 3982، ممكن اقول له 86.3983 وهكذا. تمام كده يا شباب؟ فهمناها ازاي؟ نروح للي بعدها. بعد كده عندنا كويستشن نمبر 16 بيقول لي discovered directly the error in each round result to the nearest 100. طيب بيقول لك شوف كل واحده من دول اكتشف الخطا فين، لما عملت لها راوند تو ذا نيرست مين؟ ال 100. مين هنا الموجود في ال 100؟ قال ال 2. ال 5 ينفع تدي لل 2 1؟ قال اه، فبقت ال 2 قال 3. الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي من هنا ادي ال 6 بوينت وادي ال 3 وادي ال 7. يبقى انا عندي هنا طلعت لي ايه؟ قال 73.63 ده الصح. طب هنا اعمل لها راوند تو ذا نيست 100. ال 1 ينفع تدي لل 8 1؟ قال لي لا، يبقى ال 8 تنزل زي ما هي 8. الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي ال 8 بوينت وادي ال 0 وادي ال 0 وادي ال 2. يبقى انا عندي من هنا المفروض تطلع لي 2 اند 800. طب بس هنا هو هنا نقص لي من ال 81، لا ما تنفعش، يبقى دي غلط. عرفت الصح فين؟ بعد كده عندنا كويستشن نمبر 17، ركز بقى معايا. بيقول لي ريد ذا باسج اند ذا انسر ذا كويستشن. بيقول لي ذير ار سيفرال اسمها بيقول لي هنا كاسكيتس along ذا ستريم بتوين ذا تو ليكس ان وادي الريان. فبيقول لي ذا ديستنس بتوين ذا فولز تمام از ابروكسيمتلي 30 to 35 meters، and the width of the island dividing the cascades is between 20 and 50 meters. بقول a geologist measured the exact distance between the two falls came at 31.45 meters and between the two others بين two falls تانيين يعني طلعت 36.921. تمام؟ قال لي تمام 91 او 21 millimeters. فبقول if both distance we rounded to the nearest whole number would they fall into the range given in the passage will explain your thinking. طيب بص يا ابني، اول حاجه انا عندي من هنا المفروض دول تو فولز، شله ليه؟ تمام انا تمام. فبقول المفروض المسافه بينهم تكون ما بين مين ومين؟ قال لي ما بين ال 30 to 50. تمام قال تمام. فبقول لي انا عندي جيولوجيست قاس المسافه ما بين شلالين طلعت لي 31 بوينت مين؟ قال 45. دي لما اعمل لها راوند تو ذا نيرست نمبر، هل هيكون هنا موجوده في نفس الرينج اللي من اول ال 30 لحد ال 50؟ المفروض هنا ده كل ده من 30 لحد مين؟ قال لل 50 يعني لحد ال 35 ولا ايه؟ معلش لحد ال 35. فالمفروض الرقم اللي عندي ما يطلعش مين؟ قال لي اوت اوف ذا رينج، ما يطلعليش بره الرينج ده كله. تمام؟ قال لي تمام. فبقول لي مين هنا فيهم اللي هيكون فول ان ذا رينج؟ طيب اللي بعدها ديت لما اعمل لها هنا ال 4 تدي ال دي 1 فبقت دي ال 4، ما يديش ال 1 1 فبقت هتفضل زي ما هي 34. يبقى انا عندي من هنا ديت هتفضل مالها؟ قال هتفضل انتو ذا رينج. طب اللي بعدها بيقول انا عندي من هنا دي لما اعملها راوند تو ذا نيرست هول نمبر ال 19 دي لل 61 فبقت عباره عن 37. ال 37 هل هتكون هنا بابا موجوده هنا في الرينج؟ فبقول لي would they fall into the range in the given passage؟ هقول له لا، انا عندي من هنا اقول له كده ال 37، اقول له 37 meters ده meters مالها؟ ارجع يا عم meters مي مالها بقى 37 meters ده؟ اقول له والله اوت اوف ذا رينج، اقول له كده، اقول له ممكن نقول له مثلا فول، اقول له كده فول اوت تمام اوف ذا رينج ذا ارجع ذا رينج. تمام؟ هي هتكون بره مين؟ قال لي هتكون ما بين مين؟ قال لي ما بره المسافات اللي موجوده عندنا.
فهمناها كده ازاي يا شباب؟ المسافتين اللي هو مديهم لي من اول ال 30 لحد مين؟ ال 35. نروح الكويستشن اللي بعده. بعد كده عندنا كويستشن نمبر 18 بيقول لي ايه؟ كومبليت وذ او وذ سوتبل ديجيت. طيب حط لي هنا الرقم المناسب. انا عايز الرقم ده لما اعمل له راوند يطلع لي هنا مكانها مين؟ قال الله يعمل لها راوند تو ذا نيست 100. اه يعني هنا في رقم في ال 100 تطلع لي 2 بوينت مين؟ قال لي 79. طيب انا عندي من هنا اللي في ال 100 قال لي طلع لي هنا قال لي 9، يبقى المفروض ال 8 تدي العدد هنا حاجه خليه لي 9، قال لي تدي لي ال 8 فبقت هنا 8. طب بعدها المفروض ان انا عندي هنا اعمل لها راوند تو ذا نيست 1000 اهو ادي 1000. فانا عندي من هنا طلعت لي ال 3 في ال 1000، يبقى المفروض ال 6 ده تدي لل 2 حاجه او تدي لل 2 1 عشان تبقى 3، صح ولا؟ المفروض انها تدي الرقم حاجه عشان يبقى 3، فقال لي 2. ليه قلت 2؟ قال لي عشان ال 6 ريتش ديجيت فممكن تدي لل 2 1. طب اللي بعدها، يلا انا عندي من هنا اعمل لها راوند تو ذا نيست 1000 برضه، مين هنا؟ قال لي دي الرقم ده. مين هنا موجود في 1000؟ قال لي 7. ال 6 تدي للرقم ده حاجه يكون 7، قال لي الرقم ده يبقى اكيد كان 6. طب اللي بعدها بيقول لي اعمل له راوند تو ذا نيست 100 هيطلع لي مين؟ قال لي 20.0. طيب هقول اول حاجه عشان ده يكون 20 لما اعمل له راوند تو ذا نيست 100، خلي بالك طلع لي الكلام ده كله. فانا عندي من هنا قال لي المفروض لما اعمل له راوند تو ذا نيست 100 قال لي يبقى المفروض الرقم هنا كبير. تمام؟ قال لي تمام. ليه؟ قال لي لان لو عملت له راوند تو ذا نيست 10 كمان او تو ذا نيست هول نمبر، قال لي ده طلع لي 20 فقط. يبقى معنى كده المفروض دي كانت عباره عن رقم كبير ريتش ديجيت، يعني مثلا كانت عباره عن 6، ودي قال لي مثلا كانت عباره عن 7، حطها اي ارقام انت عاوزها. فانا ال 5 لما تدي لل 7 1 قال لي بقت 8 كده. تمام؟ اه اعمل لها راوند كمان تو ذا نيست 10 قال لي بقت دي عباره عن 7، اعمل لها راوند تو ذا نيست 100 فبقت قال عباره عن 90 دي او 19 دي بقت عباره عن مين؟ قال لي 20. يبقى انا عندي في الاخر طلعت لي 20.20 اللي هي مين؟ اللي احنا طلعناها دي. فعملنا كده ازاي يا شباب؟ نروح اللي بعده. كده احنا خلصنا مين؟ الكويشن اللي فات كله، الاكسرسايز كله. دلوقتي داخلين على المالتيبل تشويس. تمام؟ ركز بقى معايا عشان كل اللي جاي ده اسئله امتحانات. بيقول لي هنا راوندنج ذا او راوندنج 0.9 تو ذا نيرست هول نمبر. مين هنا اللي موجود في الهول نمبر؟ قال لي 0. ال 90 دي 1 قال اه، فبقى ال 1 ده قال له او الزيرو بقى عباره عن 1. واللي على الليفت سايد قال لي خلاص يا سيدي، او الرايت سايد هنا بقى المفروض 0، خلاص يا سيدي لا يتشال، يبقى عندي هنا بقت 1 بس. اعمل لها راوند تو ذا نيست 10، مين اللي في ال 10؟ قال لي ال 5. او لا ثانيه، مين اللي في ال 10؟ قال لي ال 1. ال 5 تدي لل 1 1 قال لي فبقت 2. الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى عندي 2 وبقى هنا 2. طب والرايت سايد قال لي المفروض هنا مكانهم 0، والزيرو في الرايت سايد ملوش لازمه، يبقى بقت الانسر عندي مين؟ الليتر دي. بعد كده بقول انا عايز اعمل دي راوند تو ذا نيست 100. طيب مين هنا اللي في ال 100؟ قال لي ال 4. ال 5 تديها 1 فبقت ال 4 5. الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي من هنا ادي ال 3 واقول له بوينت وادي ال 1 وادي ال 2. اللي هي عندي مين؟ اللي هي عندي الليتر دي. اعمل لها راوند تو ذا نيست 1000. مين هنا في ال 1000؟ قال لي ال 8. ال 9 تدي ال 8 1 فبقت ال 8 عباره عن 9. الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي من هنا ادي ال 1 وادي ال 0 بوينت وادي ال 12. اللي هي عندي من هنا؟ اللي هي عندي من هنا الليتر سي. بعد كده بقول انا عندنا اعمل دي راوند تو ذا نيست 10 10 10 10 10. طيب مين هنا اللي في ال 10؟ قال لي 9. ال 3 ينفع تدي لل 9 حاجه؟ قال لي لا، فبقت ال 9 عباره عن مين؟ قال لي 9 زي ما هي. ال 1 يفضل زي ما هو. طب واللي على ايد اليمين؟ قال لي اتحط مكانه 0، يبقى ال 3 0، بعد كده بوينت، بعد كده 0. طيب واحد ذكي هيقول لي يا مستر ده انا هشيل ال 2 0 ده اقول تبقى غلطان. ليه؟ لان عندي بقى قلت لك بشيل ال 0 اللي بعد الديسمال بوينت اللي في الرايت سايد بعد الديسمال بس، يبقى اشيل ده بس، يبقى بقت الانسر عندي كام؟ قال لي 190. اللي بعدها بيقول لي انا عملت لها راوند تو ذا نيست كام عشان تدينا 8.4؟ هقول له والله انا عندي من هنا، طالما هنا بص يا ابني بص هنا اخر رقم هنا مين؟ قال لي ال 4 ده موجود في انهي يونت؟ قال لي ال 10th، يبقى انا عملت راوند هنا تو ذا نيست 10th بس. فهمتها ازاي؟ ال 9 ادى ال 3 1 فبقت 3 4. تمام؟ فهمتها كده ازاي؟ نروح يلا الكويشن اللي بعده. بعد كده عندنا نمبر 7 بيقول لي انا عملت دي راوند تو ذا نيست كام؟ بص على اخر رقم هنا اللي هو مين؟ قال لي ال 7، موجود في يونت ايه؟ قال لي ال 1000، يبقى انا عملت راوند تو ذا نيست 1000. طيب هنا اللي بعده انا عندي هنا الرقم ده موجود فين؟ قال لي في الوانس، يبقى انا عملت له راوند تو ذا نيست مين؟ هقول له وانس او تو ذا نيست يونت بس من غير ما افكر. شوف انا الرقم هنا موجود في اخر يونت هنا على ايدك اليمين، اسمه اسم اليونت ايه؟ وهكذا. يبقى انا على طول هنا حتى لو جيت اعمل له راوند تو ذا نيست يونت ال 3 ما تدوش حاجه، فال 9 هتفضل زي ما هي 9. فهمنا كده ازاي؟ بعد كده يا سيدي نمبر 10 بيقول لي اعمل لي دي راوند تو ذا نيست 1 ديسمال بليس. 1 ديسمال بليس يعني اخر رقم هنا او اول رقم هنا بعد الديسمال بوينت. فال 5 تدي لل 1 1 اللي فبقت ال 1 عباره عن 2. الليفت سايد ينزل زي ما هو، بقول له بوينت وادي 2 وادي ال 4. بقت 42.2 اللي هي عندي مين؟ اللي هي عندي ليتر بي. اعمل لي راوند تو ذا نيرست مين؟ قال لي 2 ديسمال بليسز. اه يبقى تاني جاي هنا على 2 ديسمال بليسز اللي هم ده هم.
يعني تاني جاي بص اول رقم اهو ده ال 1 وده ال 2، يعني اعمل لي راوند هنا عند ال 4، فال 9 تدي ال 4 1 اللي بقت ال 4 عباره عن 5. الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى انا عندي من هنا ده ال 6 واقول له بوينت وده ال 3، فبقى 3.65 اللي هي مين؟ اللي هي عند الليتر بي. بعد كده بقول انا عاوز اعمل دي راوند تو ذا نيست 100، هقول له الاول اكتبها وبعد كده اعمل لها راوند تو ذا نيست 100. 2 اند 7000 يعني اهو 7 اوفر 1000 يعني عباره عن 2.7000 اللي هي 007. اعمل لها بقى راوند تو ذا نيست 100، مين هنا اللي في ال 100؟ قال لي 0. ال 7 تدي ال 0 1 الله، فبقى ال 0 ده عباره عن 1. الليفت سايد ينزل زي ما هو، يبقى عندي هنا 0 بوينت وادي 2. طب الرايت سايد قال لي المفروض ده حتى مكانه 0، ال 0 في الرايت سايد هنا ملوش لازمه، فبقت الانسر عندي مين؟ قال لي 2.01. اعمل دي راوند تو ذا نيست مين؟ قال لي تو ذا نيست هول نمبر، مين هنا الهول نمبر؟ قال لي ال 9 ده اهي. فانا قلت لك لما باخد ال 9 دي ما باخدهاش لوحدها، باخدها بالاعداد اللي جنبها، فبقت كلها 999. ال 9 دي لما تدي ال 999 1 اللي بقت 1000، يبقى انا عندي من هنا بقت 1000 بس اللي هي عند مين؟ اللي هي عند الليتر سي. فعملناها كده ازاي يا شباب؟ ونكون كده ان شاء الله خلصنا الاكسرسايز ده، بلس كمان ان احنا خلصنا المالتيبل تشويز ال 12 سؤال اللي بيكونوا موجودين فين بعد كل اكسرسايز، تمام؟ كل دي اسئله امتحانات. يا رب يكون الشرح وصل لكم وتكونوا فهمتوه، لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت سبسكرايب في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في السيشن اللي جايه واكسرسايز جديد. مع السلامه.